وأنت تكشف حقائق. هم يجاهدون لإخفائها عن المسلمين، فالأمر واضح، هم يكرهونك. أنت بتسأل ليه يكرهون، أنا أشاركك الإجابة، هم يكرهونك لأنك تواجههم بما يخفون ويكذبون به على عامة المسلمين، واثقون في هذا الأمر كالعادة أن المسلم لن يراجع وراءهم. صحيح. فيأتي الشيخ وسيم ليراجع وراءهم ويكشف. نعم. ثم يقول لماذا يكرهون الشيخ وسيم. المسلم يلهث خلف ما يريح ويخدر ضميره، لا من يقول له استفق من نومك، فعندنا بلاوي يجب أن نعترف بها لنفكر في علاجها. نعم. هذا ما تفعله أنت. ومن يوقظ نائما يعني دهرا من الزمن كما تفعل أنت، عليه أن يحتمل عصبية ومزاج استيقاظ هذا النائم دهرا. نعم. كما سبقناك، ونحتمل الكثير من الكذب والتشويه والشتائم، لا مشكلة، يجب عليك أن تحتمل ما يعني قلت أنا الآن. يوثق الشيخ وسيم في هذا الفيديو الآخر، خلينا نشوف. أنا آسف قبل ما أشغل الفيديو الثاني، لو أنا ما عايزك يعني تبخلي علينا بأي تعليق من تعليقاتك الرائعة. ماشي، شكرا. طيب خلينا نشوف فيديو رقم 2 ونرجع مرة أخرى. أنا تربيت بينهم ودرست على أيديهم، أنا إنسان تربيت مساجدهم. كثير الأمور يخفيها رجال الدين، كثيرة موجودة عندنا مصائب في كتب الدين والفقه، موجودة كثيرة، بس هم ما يحبون يناقشون ولا يحبون نعرضها على الناس. وإذا عرضتها يقول لك فلان يشكك، وإذا عرضتها يقول لك يشكك الناس في الإسلام. لا، أنا ماشي، هذا موجود في كتب الإسلام. لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء 9 وبغسل واحد وتذكره، لا تشكك، هذا موجود في كتب الإسلام. ليه تخافون من الناس؟ ليه تخافون من الناس؟ ليه؟ فهذا موجود. فعندنا كثير أمور رجال الدين يخفون 90% ويخشون، والله يخافون يطلعون في تساؤلات كثيرة. أنت لو تتعمق بالمصائب التي يخفيها رجال الدين، بس حنا رجال الدين دائما خلاص يخفون الكثير. والله لو خرج رجل دين يتبنى أفكاره وفتواه أن أمة ستنقلب عليهم، لكن كيف أنا أتبنى؟ كيف أنا أنصر منهجي؟ كيف أن أخفي أفكاري وأظهر اللي أنا وأنت يمكن أن نختلف به؟ فإذا سؤالك 90% يخفون رجال الدين من المعلومات، 90% ولا يريدون الناس أن تعلم، ولا يريدون الناس أن تعلم، ويحرفون الكلام ويكذبون. تصور، والله العظيم يكذبون إلا من رحم الله، والله يكذبون، موجود. فعادي يا أبا سليمان، ليه مستغرب أنت؟ تجارة سيدي، كيف هذه الفتوى؟ كيف إرضاع الكبير؟ إرضاع الكبير مثلا يقول لك هي الرضاع مباشرة، ما يقدرون، كيف وضع فينا وكذا. عندنا أمور لو قلناها لتزندق الناس، كفر الناس. هم وش عندهم؟ لا بخفيها. يأتي مثلا لمسألة لا يقبلها عقل ولا دين، عنده فتاوى لا يقبلها مسلم لا يقبلها، مسلم لا يقبلها، يأتي يخفيها، وأحاديث لا يقبلها عقل يخفيهن. لماذا؟ يقول حتى الناس رحمة بعقول الناس. فالشاهد من الأمر سيدي، نعم رجال الدين يخفون مصائب، ولو تكلموا بها سينبذهم المجتمع عن بكرة أبيهم. طبعا أنا بهنيك على هذه الشجاعة، دي شجاعة ربما يعني أنت دفعت ثمنها الآن، أنه تحويلك من مكان لآخر، لكن هذه هي الحقيقة المرة الموجودة. رضاع الكبير كانت يعني فضيحة بمعنى الكلمة، رضاع مش شرب. من حاول يعني أنه يوصل بها لهذا الأمر، ليها مراجع، مش وقتنا الآن، أنا موضوعي آخر يعني اليوم. لكن كلام الشيخ خطير. اولا انا تربيت بينهم، ده كلامه. نعم. يعني هو طالع من زي ما بيقولوا كده من المطبخ نفسه. نعم. طالع من جوا، مش واحد جاي من برا، تربى بينهم، درس على ايديهم. 90% من مصائب الدين الاسلامي يخفونها. واضح انه احنا مش عارفين اشياء كثيره لسه. صحيح. واضح انه احنا لازم ندرس كويس، نبحث اكثر لنعرف اشياء اكثر. نعم.
المتابع لبرنامجنا هنا برنامج الدليل، هذا ما قلناه ورددناه صراحة أكثر من مرة في هذا البرنامج، إنه شيوخ الإسلام يعرفون الحقيقة، يعرفون ما نقوله، ولكن يخفونه عن العامة، التلميع. لكن ما في بطون الكتب غالبا ما لا يقال للعامة، عشان الفتنة، عشان المسلم لا يفتن في دينه. بيقول إنه بيحرف الكلام، بيعترف أنهم يكذبون، يعترف أنهم يخفون مصائب. وإنت تعرف كل ده لأنك تقول تربيت بينهم، واضح جدا أنك طالع من هذا المعمل يعني، وتعرف نقاط الضعف، وعلى رأسها إخفاءهم لمصائب في العقيدة الإسلامية التي لا يريدون كشفها للعامة، بحجة يعني ما تخليهم كده أحسن يسيبوا